نحييكم مشاهدينا مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. الانماء والاعمار نفذ بالعشر سنوات الاخيره عدد كبير من المشاريع خصوصا بمنطقه المتن، ابرزها يمكن اوتوستراد الرئيس امين لحود او المعروف بالمتن السريع، ومشاريع اخرى ضمن مشروع تطوير النقل الحضري مثل جسور الدوره، انطلياس، محول نهر الموت، واكيد مشروع لبنور اللي بعده واقف حتى الساعه مش معروف ليه. بكل الحالات نحن اليوم صرنا كثير يكون ضيفنا مدير مشروع النقل الحضري في مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي الحلو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. من وين بتحب اني بلش؟ من جسر الدوله يلي نهايه الاسبوع الماضي كنتوا عم تشتغلوا عليه ليلا. صحيح. من فينا نبلش من الدوره؟ خلينا نبلش من الدوره. جسر الدوره اللي الاعمال اللي بدانا فيها ابتداء من الاسبوع الماضي واللي رح نضل بحدود تقريبا فترة شهر، أكيد رح نشتغل ليلا حتى ما نعطل حركة السير ونعطل على المواطن التنقلات اليومية. عم نغير فواصل التمدد اللي بفعل مرور الوقت تعطلت واتاكلت تقريبا شبه بالكامل، وعم نبدلها بأنواع جديدة استوردنا أكيد بواسطة المتعهد. فواصل معدنية رح تتركب حتى اللي هي عمرها أطول من العمر اللي كنا مركبينه سابقا اللي هو الكاوتشوك المسلح. المفروض هالفواصل تقدر تعطينا مدى على القليل 20 الى 25 سنه. اي افضل يعني هيك افضل وما بتتطلب وما بتتطلب صيانه. هلا هي اكيد اغلى طبيعه الحال اغلى، بس بهالجسر وهالمحور اللي بيشهد حركه سير عاليه جدا وخاصه بالشاحنات لانه قريب كثير من موقع مرفق بيروت، بالتالي مشينا مع الاستشاري بموضوع تركيب فواصل المعدنية ورح تكون فريدة من نوعها. يعني هيدي الأول مرة عم ركبها في لبنان. بس على سيرة الشاحنات، هل مسموع صعود الشاحنات على هالجسر هيدا؟ لا، خلال فترة تنفيذ الأشغال لا. نحن حطينا لوحات عم نطلب من الشاحنات ليلا نهارا تسلك المسلك الجانبي لجسر الدورة قبل ما كنا خلصنا بالأشغال. وأي متى المسلك الثاني؟ المسلك الثاني هلا عنا بعد شغل على المسلك الحالي، يعني على الجسر الشرقي اللي هو اتجاه جوني. الفاصل التمدد اللي بيصير باتجاه النزله مفروض مش هذا الاسبوع، نهايه الاسبوع القادم اللي بعدها نسكر الجسر بالكامل من الساعه 6 عشيه ليله السبت الى الساعه 2 بعد الظهر نهار الاحد، لان رح نكون صبينا الفواصل التمدد، صبينا لهم البيتون تنقدر نجمدهم محلهم، وبنرجع بننتقل على الجسر الغربي تاني ميل. كمان رح يكون عندنا ليله وحده بنحضر كل شيء، ليله وحده اللي هي رح تكون دائما من الساعه 6 عشيه ليله سبت الى الساعه 2 بعد ظهر الاحد. اللي افضل هيدا الوقت اكثر يعني بالاحصائيات اللي اخذناها على الاوتوستراد على مدى الشهر الماضي عم بيبين هذا الوقت هو ادنى شيء ممكن حركه السير ان كان على الجسر الشرقي او على الجسر الغربي. واخذنا هالوقت هيدي حتى نقدر نخفف قد ما فينا تسكير على المواطن، واللي هي اصلا رح يكون يعني عطله اسبوع من ناحيه، يعني الاعمال ما بتتاثر، الاشغال العالم ما بتتاثر، وعم بيكون شغلنا بالليل، بس عندنا فتره مطلوبه تنقدر ناخذ حجم القوة من البتون بدنا نصبه، مطلوب نقدر نوقف يعني ما يكون في أي تحرك أبدا على الجسر لفترة 18 ساعة. مضطرين عليها، هو نحن بدنا أكثر تيقدر ياخذ البتون قوته، بدنا بحدود الثلاث أيام، لأنه يعني عم نستعمل مواد مش بتون عادي. نعم. مش بتون عادي. بس عندها 18 ساعة اللي لازم يضل فيهم الفاصل جامد، فواصل تمدد جامدة، ما عليه أي تحرك ولا اهتزاز على الجسر. لما نفتح السير ساعة 2 رح يضل الفاصل موجود تحت هالطبقة الحديد المحطوطة لبعد 3 أيام منشيلها وبنرجع منشد كل شيء محله. ورح يبقى تحت الجسر مثل ما هو هلا نية يعني؟ تحت الجسر رح يصير فيه زراعة، رح يصير فيه أشياء؟ لا، تحت الجسر ما عندنا أي شغل أبدا. بحركة السير عند إقفال الجسر عم بتكون حركة المستديرة مقفلة حتى نقدر نأمن السير المباشر بقدرة استيعابية أقوى.
وخلال فترة البرات العمل عم بتكون مصادرها شغالة طبيعيا. كثير منيح. إذا بدي انتقل من الدورة بدي أقرب شوي على نهر الموت، ولكن على نهر الموت بدي بلش بدرج المشاة، لأنه طالبونا كثير، إنه كثار طالبونا إنه لما بيكونوا جايين من الدورة باتجاه بيروت ليش ما في جسر حتى ليش ما في درج حتى يطلعوا على هالجسر وينزلوا؟ مش ليش ما حطيتوا درج هونيك للناس للمشاة؟ في جسر بس ليه ما في درج؟ الجسر الموجود هو بيقطع من أقصى الطرف الغربي للأوتوستراد إلى أقصى الطرف الشرقي لبولفار سن الفيل. نعم. وهو عن قصد من حط درج بالنص أو على الطرف الشرقي من الأوتوستراد، لأنه ما مفروض نحن نقدي يعني نعمل محطة وقوف للبساط لحفلات النقل على الأوتوستراد. يعني إذا منلاحظ من الطرف الغربي مش محطوط الدرج على الأوتوستراد، محطوط على الطريق الجانبية. نعم. من ميل الشرقية ما عنا طريق جانبية. ما كان بينقدر ينعمل له مثلا هيك مثل ما عنا وسعة، ما عنا وسعة. يعني إذا بنطلع على جسر نهر الموت اللي حاولنا نستغل قدر المستطاع، يعني شبر من الأملاك العامة تنقدر ننفذ كل المنشآت على المسلك الشرقي، يعني الاتجاه جوني ما في أي وسعة نقدر نعمل، إذا جاز التعبير نعمل وسعة للباص تقدر يتوقف. بعدين هي المشكلة مش بس بالباص، يعني حركة المشاة هونيك أو العالم اللي بدها تصعد وتنزل من الحفلات، مع حركة الحفلات رح تعملنا نقطة اختناق على نقطة كتير حساسة اللي هي هالسير يا عم بكفي عجوني يا اما عم بيفرق طيقلع على المتن السريع او يعني طيفوت على يعني في خطر على سلامة الناس. في عنا خطر سلامة الناس. قانون الأوتوستادات ما بيسمح لتنقل المشاة على الأوتوستادات، بالتالي ما فيك وهالسبب هو ليه؟ لأنه لسرعة الأوتوستراد، لأنه السير عم بيكون بسريع، بالتالي ما فينا نعرض هالمشاة لخطر، خاصة إنه المساحة ما بتسمح ابدا لايجاد موقع يكون امن للبساط توقف وللمشاة توقف. عشان هيك اخذنا جسر فرد يعني اتجاه على المسلك الشرقي من بولفار سن الفيل، بالتالي هنيك البساط في لها محل مأمن توقف فيه. يعني في اماكن عده على المسلك الشرقي من بولفار سن الفيل للشحنه للبساط توقف وتطلع ركابه وتنزل ركابه. معنا مباشره على الخط رئيس تحرير مجله المتن زميل داني حداد، يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ داني. مشاريع مجلس المياه والاعمار في المتن برايكم بين التنفيذ والتاخير والثلاجه، شو بتحب تقوله للاستاذ الي اللي متابع انت شؤون نعم. في مشاريع، يعني في مشاريع عم تتنفس، في مشاريع بتفكر بدها تقلع قريبا، بس في مشاريع يعني سميناها في الثلاجه لان مش معروف بعد مصيرها، ومعظمها مرتبط بفكر بموضوع المال او الاستملاكات. يعني يمكن مشروع لبنور اهم واحد فيهم، ما هيك؟ من وزاره لوزاره، من حكومه لحكومه. في مشروع في مستديره الدكواني، توسيع مستديره الدكواني، بفكر كمان هذه تاخيره مرتبط، استاذ الي بيوضح لنا، بس بفكر تاخيره مرتبط كمان بموضوع الاستملاكات ودفع الاستملاكات. أنا صراحة حابب يعني في عدة مواضيع مرتبطة بمجلس المياه والعمار بالمدن. نعم. بس في موضوع يعني ما بعرف إذا بيتلاقي له حل بعد، هو يعني محول نهر الموت اللي بده يعني اللي الجسر، يعني هو اسمه الرسمي محول نهر الموت، بس نشرح للعالم هو الجسر القريب على مجمع السيتي مول، يعني اللي بده متجه من جوني باتجاه السيتي مول بده يلف على الجسر تيرجع باتجاه الزلقه او جل الدين. يعني هونيك في سياره عم يبرق، وبنفس الوقت في موقف بسيط، في هونيك الطريق اللي بيطلعوا فيه على سجن رومي على طريق المتن السريع، في فرن، يعني كل مع كل هالعجقه والمبرق هو لسياره. فيعني هيدي صراحه يعني اكيد بيعرف انه يوميا في زحمه سير يوميا، وفي اوقات معينه بيكون واقف سير كليا واصل لجديدي. نعم. وانا زياده لاني من سكان جديدي، فكل مداخل ومخارج جديدي اليوم على طول في زحمه سير عليها. استاذ داني، بما انه حضرتك من سكان جديدي، هل انت مع يكون في بارك ميتر بجديدي ولا لا؟ انا صراحه تجربه بارك ميتر دائما عم بيكون في اعتراض عليها، عم بيرجع بعدين يتقبلوها العالم. يوم يعني بسوق نيو جديدي عم بيطالبونا، يعني شفنا اشخاص بباريس قالوا لنا يعني ليش بنيو جديدي ما في بارك ميتر؟ انت مع ولا ضد؟ لانه اكيد رح نسال الاستاذ الي. انا ميال للمع. انا مع يعني
هلا اللي صار بده يكون في نحط بشوارع معينه على سبيل التجربه، ففي حال نجحت بيرجعوا بيتعمموا عدد شوارع، وانا مع اتباع هالطريقه بكل بينما بسن الفيل حرش ثابت رافضين رفضا قاطعا الاهالي موضوع البارك ميتر. نعم، تركب بالمناطق المش سكنيه، تركب على الطريق العام بسن الفيل، وبدك واني بشارع سلاف تركبوا بعد ما صار في مباشره بالعمل فيهم. هلا عم نسال استاذ الي ايمتى رح يتباشر العمل فيهم؟ نعم. عندك شيء بعد استاذ الي تقوله؟ لا كمان بدي اسال عن موضوع وصله، يعني هذه كمان رح تصير تفوت بالتاريخ، وصله معبديات العطشاني. كمان صار لها زمان، عرفنا انه مجلس الوزراء اخذ قرار فيها، ما بنعرف هلا وين اذا صارت القصه بالمال والعمار ولا بعد وين صارت الفيزا، يعني تحديدا هالموضوع. وموضوع مستدير الدكواني اذا لان تلزمت يعني حوالي سنتين، وبعد ما بدا بمصر في امر بمباشره العمل. شكرا لك استاذ داني حداد. استاذ الي ظاهر معنا اتصال كمان. الو اهلا فادي. اهلا استاذ فادي، تفضل. استاذ فادي ابو جوده، تفضل. حلو على السماء، بحب وجه له نداء. نعم. ومش نداء حكي، نداء استغاثه من اهالي المنطقه. الناس بحق لها تعرف حقيقه هالجسر. اي جسر؟ جسر جل الديب؟ الو؟ ايه تفضل. جسر جل الديب؟ جسر جل الديب، نفق جل الديب، طيران جل الديب، كرس جل الديب، اللي بدكم اياها فيكم تسموها. الناس بحق لها تسمع شخص مسؤول مثل الاستاذ الي حلو يلي هو المرجع يقول لنا شو قضيه هالنفق؟ شو قضيه هالجسر؟ شو قضيه هالسحر؟ ست بعتها ومشى، ولك نحن يا عمي عم نختنق، والله عم نختنق، بدنا شخص مسؤول يطلع يشرح للناس شو خلفيات هالجسر؟ شو خلفيات هالنفق؟ شو هالحلول؟ ما بنسمع الا رئيس البلديه ما بيعطي كتاب للجسر ازاله الجسر، ما بنسمع الا النواب تروح وتروح بديله، منا شخص مسؤول هالناس بحق لهم بالحقيقه. قولوا لهم للناس ما في جسر بدبروا حالهم، قولوا لهم ما في نفق بدبروا حالهم، يقولوا في انتين بتصير الناس بتركلش امورها، بس هيك نضلنا بمهب الريح مش وارده. يعني نحن عندنا معلومات انه من عده ايام صار في اجتماع بالبلديه وكان عم يرجعوا يطرحوا موضوع ال والاو وكانوا نسينا النفق. هيدي مؤخرا في نواب بالمنطقه عم يرجعوا يطرحوا هالطرح. طيب يا عمي هالناس بحاجه للحقيقه، والله ما بدها محكمه دوليه هيدي. في شخص مسؤول يقول القيود بين ايده شو هن ويشرح للناس، الناس بتبرمج حالها على هالاساس. على كل حال بشرك استاذ فادي، واكيد استاذ الي رح يجاوب على كل هالنقاط هولي. استاذ الي اذا بدك بنرجع بنبلش اللي طرحه الاستاذ داني اولا حتى نكمل بموضوع جسر جل الديب. عندنا عده مواضيع. نعم. من استاذ داني رح ننزل فيهم بالتسلسل. مستديرة الدكواني صحيح موضوع الاشغال، تنفيذ الاشغال مرتبط باستملاكات للمساحات اللي عايزينها بمستديرة الدكواني. والاموال ما تحولت لتاريخي، يعني هي حوالي تقريبا 3 مليون وشوي كلفه المشروع بحدود 3.8 مليون. الاعتمادات يعني الاموال اللي عايزينها نحن للتنفيذ موجوده. نعم. مشكلتنا هي الاموال اللي عايزينها تنستملك اللي هي مش موجوده. قد ايه تقريبا؟ اذا بتذكر رقم مزبوط يمكن بحدود 9 مليون دولار او شيء هيك. صارت جلسات التخمين، يعني عنا قرارات القاضي. نعم. عارفين التخمين قديش قيمتها بالكامل، إنما بظل عدم توفر الأموال ما قدرنا ندفع للعالم، وبالتالي ما فينا ننزل نشتغل بأملاك العالم. كيف ممكن تتأمن تمويلها أستاذ إلي؟ ومنخاف كمان إنه تمويل المشروع كمان ما يطيروا مصرياته. صحيح هو في خطر على هالموضوع، يعني فتنا هلا بمرحلة اللي هي خلينا نسميها الفترة الأخيرة قبل انتهاء القرض. القرض بينتهي بآخر كانون الأول 2013 من السنة الحالية. نحن تقدمنا أو عم نحضر طلب لنتقدم للبنك الدولي لتمديد مهلة القرض لحين ما يتوفر يعني مال للاستملاكات. صحيح. الاستملاكات كلفة الاستملاكات تمويلها بيجي بالموازنة.
عادة بيجي بالموازنة، وكون هالموازنة ما لحد هلا ما عندنا موازنة ما قدرانين نأمن كيف الاستثمار. وإجمالا المشروع يعني لما البنك الدولي أو غيره أو أي صندوق عربي أو ما بيبقى كمان بالمشروع الاستملاكات أو ما بيقبلوا يضمنوا المشروع كمان أبدا، ما في أي جهة مانحة للقروض بتدفع حق الاستملاكات، الاستملاكات كلها 100% على عاتق الدولة اللبنانية شو ما كان نوع المشروع. يعني هلأ بالانتظار فعلا ناطرين هالموضوع. محول نهر الموت عم بيحكي عن المسرب اللي هو مسرب واحد صحيح، اللي من بعد ما السائق بخلص الالتفاف على شكل يو بده يرجع باتجاه جلدي. محول نهر الموت مصمم حتى ياخذ السير الموجود في موقعه. نعم. ومنه مصمم تياخذ السير اللي جاي من الشمال. السير اللي جاي من الشمال، وخلينا ناخذ هون بدنا نعمل وصله مع نفق جلدي. اليوم هالسير اللي كان عم يوصل اللي جاي من الشمال ويلتف يفوت على جل الديب، اليوم ما عنده بقى هالالتفاف، حركة هالالتفاف مش موجودة، بالتالي عم يضطر يا أنه يفوت على المنطقة اللي هي واقع شرق الأوتوستراد، يعني خلينا نقول من أنطلياس إلى جل الديب، يا عم بيجرب يفوت عليها من أنطلياس واللي هي زحمة شديدة، أو عم بياخد أهين طريق لقاله ويتوجه على محول نهر الموت اللي بيلتف وبيرجع، بالتالي المحول عم ياخد السير الطبيعي تبعه والسير المتوجه إلى منطقة جل الديب الزلقة. ومنه مصمم تياخد، يعني بأساس التصميم كان مفترض يكون في التفاف على هالمنطقة قبل نهر الموت، بعدم وجود هالالتفاف كل العالم عم بتصب على فرد محل. حتى بعد يمكن المحاول نهر الموت مش منتهي على الآخر، لأنه مثل ما فهمت من تاني مال، من تاني مال كان مفروض يكون في وصلة وما انعملت، اللي عم نعملها هلأ هلأ عم ننفذها هلأ، اللي هي على المسلك الغربي يعني اتجاه بيروت. وقت اللي صار من فترة كنا بنعرف صار في ضجة انه الجسر بنص الطريق، وكنا عم نقول نحن الأعمال ما انتهت بعد، هلأ رجعنا بشرنا بالأعمال لأنه صدر مرسوم الاستملاك. هون بهالموضوع كنا نفقت الاستملاك حاجزينا، لما صدر مرسوم الاستملاك على مجلس الوزراء وتم الاستملاك لزمنا المشروع اللي هي عم نضيف مسربين إضافيين إلى يمين الأوتوستراد تنقدر نرجع نوجه السير قبل ما يوصل على الجسر، نقدر نوجه السير بمسير متبعي. وهذه كانت المشكلة يعني الأساسية. لأنه بعدهم لهلأ الناس عم بيضيعوا، وكنا عم نقول بوقت ليش ما بتطولوا أكتر صحيح هلأ اللي عم نعملون هلأ هلأ عم نعملون. إذا بدأ وقت عنا مبدئيا لازم بحدود نص أيار نكون خالصين بين تسفيت والأرمية التوجيهية، اللوحات التوجيهية بدها شوية أكتر لأنها منطلبة من برا، بس الزفت وتزيح الطريق لازم بنص أيار نكون خالصين كل شيء. فاصل ومنتابع الحل عنا. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في مع مدير مشروع النقل الحضري في مجلس الماء والاعمار المهندس إلي حلو. عنا اتصال استاذ إلي. الو 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 تفضلي مدام. الو اهلا مدام تفضلي. لا لا وطي التي في شوي. ايه وطي التي في. اخبار على الام تي في. ايه تفضلي. بونجوري. بونجور مدام ربيكا. نعم يعطيكي الف عافيه. يا اهلا فيكي. كيفي؟ نشكر الله. كيف صحتي؟ الحمد لله. تفضلي. بالنسبة لجسر جل الديب ايه يعني هلا بدنا نحكي مع الاستاذ إلي حلو. ايه فيك تحكي، شو بدك تقولي له؟ يعني بدي شوف شو هو بالاول شو بيقول لي، يعني هالوقت الطويل اللي مرق وهالعذاب اللي عم نتعذبه والقهر والمصروف ما تواخذين الزايد، ويعني كارثه هنا كارثه. أكل حال هلأ رح نحكي بالموضوع، تابعينا. شكرا لإليك استاذ إلي جسر جل الديب. فهمت نفق من حضرتك هلأ؟ أي طبيعي. بعدنا نفق. عن نفق. بعدنا عن نفق لأنه صدر قرار مجلس الوزراء بنهاية سنة الماضي. نعم. وافق فيه على إنشاء نفق. بالتالي نحن حضرنا دراسة لهالموضوع وحولنا كتاب أسبوع الماضي لمجلس الوزراء لتأمين اعتمادات. الدراسة خلصت مع ملف التلزيم مع خريطة الاستملاك لأنه في عنا استملاكات بدها تحصل. وبالتالي نحن بانتظار تحويل اعتمادات نقدر نباشر به تلزيم اعمال النفق واستملاكات اعمال النفق. يعني حكومه تصريف الاعمال بتقدر تثبت بهذا الموضوع استاذ إلي؟ لا لا هيدا بده ينطر الحكومه جديده. ومع هذا المشروع يعني الاستملاكات مامنه كمان مصريتها ولا بده يصير فيها مثل الدكواني؟ لا نحن بموضوع الاعتمادات للنفق وللاستملاكات بحاجه لاعتمادات للاثنين، يعني للاشغال وللاستملاكات. موفر شيء منهم ولا موفر المال؟ لا تمويلهم مش لا موفر بعد؟ لا 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 التمويل مش موفر لانه اساسا مجلس الوزراء استند او بده يستند لدراستنا
اللي بنتيجتها عرفنا شو قيمة المشروع بيقدروا يحولوا لنا مصاري. بالتالي هالشيء حصل جمعة الماضي الأسبوع الماضي، تخلصت الدراسة وحولنا كتاب إلى مجلس وزراء طلبنا فيه الاعتمادات للمشروع يعني تأمينه أو حجزه تنقدر نحن نباشر بعملية الاستملاك والتنفيذ. واللي كان محجوز سابقاً مع البنك الدولي كان محجوز لإنشاء جسر اللي ما عمل له كان دراسة تفصيلية ودراسة جدوى. البنك الدولي إذا بده يمول أعمال النفق بده دراسة جدوى، وكوننا نحن صرنا بنهاية القرض ما فينا نفوت يعني ناخذ الاعتمادات اللي ملحوظين لجسر وينقلبوا بشكل اوتوماتيك الى نفق، وما فينا بهالمرحله هيدي من القرض اللي انتهى او صار شارف على نهايته انه نعمل دراسه جدوى ونقلب الاموال. بالتالي يعني هلا عندنا نقطتين امامنا، اولا يكون عندنا حكومه جديده، صحيح، ثانيا توفير الاعتمادات للاشغال وللاستملاك. قد ايه الكلفه الاجماليه تقريبا؟ كلفه النفق التقديريه لانه نحن صحيح ما لازمنا بعد هي بحدود ال 35 مليون دولار والاستملاكات بحدود ال 20. يعني في طوله بدها يعني صحيح في فتره طويله. اكيد اكيد يعني تقدروا يحجزوا الاعتمادات. هلا اول شيء بدنا الحكومه اللي من بعد منا هالموضوع بصير قابل انه يحضروا لنا اعتمادات. المناقصه جاهزه، ملف التلزيم حسب ما طلب مجلس وزراء نحن حضرنا جهزنا وبالتالي فينا نمشي. ما بقى في تغيير عن القرار، قرار النفق بالنسبه لمجلس مياه والاعمار نحن ملتزمين بقرار مجلس الوزراء اللي هو نفق. على هالاساس انحضرت الدراسه وملف التلزيم. اذا بننتقل شوي لجسر انتليس، لاحظنا انه وسعتوا شوي الطريق البحريه من فتره حتى الناس اللي تتنفس اكثر، يمكن اللي بده يروح على الطريق البحريه يروح، اللي بده يكمل هيدي ريحت شوي يمكن. صحيح أكتر. يعني لانه لقينا في بعض التحسينات الموضعيه مثل اللي حصلوا على انتليس، مثل اللي هلا عم نعملهم على نهر الموت، بيقدروا يسهلوا شوي موضوع التحرك يعني وانسيابيه السير الى حين انه موضوع جلديب نكون حسن. طيب بما انه نحن بانتليس، اي متى نقاش الرابية وقف؟ ليه؟ هلا اول شيء اعتمادات تنفيذ ما في معنا اعتمادات للتنفيذ، وكان في اشكاليه على المرسوم، يعني تاين حل المرسوم الجديد يا نرجع للمرسوم القديم يا بده مرسوم توقيع رئيس جمهوريه؟ بده مجلس وزراء. مجلس وزراء صحيح. طيب لنوصل للنقطه الحساسه هي جسر يسوع الملك والحفره العظيمه منا حساسة كتير يلي كتير عم تعمل حوادث وصار كتير في عليها خطر على الناس. امبارح بعد الظهر تواجهت مع المتعهد، هلا قبل ما نحكي عن امبارح بعد الظهر خبرني يسوع الملك او جسر يسوع الملك نفس المشكله عم نشوفها على الحاله الحفره، يعني عم نفرجيك اياها. اي هو الفواصل التمدد نفس المشكل اللي كان عندنا. هلا هيدي صوره قديمه لانه اذا في صوره عن اليوم بتشوف الوضع تغير لانه امبارح. لا مش قديمه كثير، نحن صورناها ك ام تي في برنامج الحل عندنا. قديمه لانه نحن امبارح عشيه اي قبل امبارح اخذنا اخذنا بعض الاعمال المؤقته، حطينا بعض الاعمال المؤقته واخذنا بعض الاحتياطات الاحترازيه على الجسر. نعم. الموضوع هنيك بنرجع لفواصل التمدد. نعم. فواصل التمدد كمان هي من نوع الكاوتشوك الموجود واللي عمره صار تقريبا بحدود الثمان سنوات. فواصل التمدد من نوع كاوتشوك بحاجه لصيانه دوريه وصيانه كثيفه وبحاجه الى تغيير كل خمس سنوات. هالشيء ما حصل. بالتالي ونحن بكون مكلفين نعمل المشروع الاوتوستراد وتاهيل الجسور اللي واقع فوق منه، صار بالتنسيق مع اكيد مع وزاره الاشغال العامه والنقل هالموضوع تنسيق عليه باول السنه، لأن من بعد ما عرفنا بالمشكلة حضرنا دراسة وكلفنا متعهد أسبوع الماضي من بعد ما انتهت الدراسة كلفنا متعهد يقوم بالأعمال المطلوبة. بالتالي امبارح عشية بعد ظهر توجهنا على الموقع نحن والاستشاري والمتعهد وحطينا حواجز تنقول للعالم ما تسلكوا الخط المسرب اليمين من الجسر، هو المسرب الجسر مقلق ما يكون الهواء والشتاء يعني. لا هلا الأكيب مفروض كل يوم صباحا وكل يوم مساء بيعملوا تاكيد انه هالبلوكات الموجوده اللي ما مبينين بالصوره. واي متى ببلش تنفيذ الاشغال؟ هلا رح نبلش بتنفيذ الاشغال، المواطن ما رح يشوفنا لانه نحن بنشتغل من تحت. نعم. هالجسر بسائب تحت منه في طريق، هالطريق رح نركب سقاله عليها ونطلع على جسر من تحت نبلش بعمل. بدك كثير وقت استاذ الي؟ عندنا تقريبا بحدود الاربع اشهر اعمال. اربع اشهر لهيدي الحفره؟ لا للحفره ولنغير كل الفواصل هيدا الفاصل والفواصل المتبقيه. عندنا سبع فواصل على جسر
اهمهم هيدا اللي حد منه هالحفره هيدي، اكيد رح يبلش الشغل بالحفره، انما هول فواصل منهم شغل لبنان، بالتالي ما نستوردهم، وعمليه الاستيراد بتاخذ بين الخمس اسابيع والسبع اسابيع. بهالوقت بنكون عم نصلح الحفره وعم نحضر الاعمال مثل ما عملنا على الدوره. طيب اذا بدي هيك سريعا ما ينتهي الوقت، موضوع الحزميه بنعرف انه كتار خصوصا اللي عندهم مؤسسات وشركات وعندهم اشغال اللي كانت واقفه لانه شافوا هالجسر او هالاعمال انتهت وتزفتت، ولكن ما انفتحت الطريق، وقالوا بوقت السبب هو لانه المتعهد بعد مش قابض كل امواله. طيب معقوله يعني شافوا هالطريق وخلصت ومعن وفي اشغال وفي رح تتسكر يعني؟ هو صحيح المتعهد خفف من العمل نتيجه عدم قبض مستحقاته. نعم. انما العقد معه ما بيسمح له يوقف العمل، العقد معه بكتابة العمل في غير معطيات بيقدر يطالب فيها او غير طرق يطالب فيها، ولكن وقف هلا يعني وقف لا هلا انحلت انحل الموضوع مبدئيا، يعني هلا المتعهد رجع يقلع بالمشروع، خاصه في عنا بعد جسر لانه كان غير العمل غير منتهي فيه، الجسر اللي بيجي من بولفار